Je suis connecté avec vous. Si vous êtes connecté, monsieur le ministre, je ne vais pas vous prendre la parole. Je vous souhaite d'abord la bienvenue virtuellement. On aurait aimé vous avoir physiquement avec le Ralouba. Je souhaite d'abord vous donner la parole pour initier cette journée extrêmement stratégique pour la région orientale et pour la ville du Jardin. هذا اليوم ثمار ديال العمل اللي قام به المجلس السابق هو المجلس الحالي الا وهو اليوم ثمره ديال واحد المشروع كبير وهو شركه لصناعه الكابلات السيارات بالضبط سياره فولكسفاغن اللي غادي هو اليوم الموقع ديالو هو على بعد امتار فقط من الشريط الحدودي. الرساله واضحه، هو اليوم هذا المصنع هذا اللي غادي يخدم الساكنه تاع الشريط الحدودي وغادي يخفف من العبء ديال البطاله. الجهه ساهمت ب 33 مليون تاع الدرهم في هذا المشروع هذا، وهناك مشاريع اخرى ان شاء الله في الاسابيع والاشهر المقبله سترى النور في هذه الجهه هذه. هذا الشيء كله هو ثمار ثمره ديال الخطاب التاريخي ديال صاحب الجلاله اللي احنا على بعد اسابيع فقط من ذكرى 19 الخطاب التاريخي ديال صاحب الجلاله 18 مارس 2003 اللي اعطى فيه الخطوط العريضه واللي تنجد فيه جميع المشاريع اللي كان عطاها سيدنا المنطلقه ديالها من طرق سياره، من مناطق صناعيه، من كذلك محطات سياحيه، الميناء. احنا على بعد كذلك كتشوفوا قدامكم المطار ديال وجدة أنقاد، هناك مطار العروي، هناك مطار بوعرفة. يعني البنية التحتية اليوم كلها جاهزة، اليوم كنجنيو هذاك الثمار ديال الخطاب ديال سيدنا، ونتمنى إن شاء الله مستقبلا غادي تشوف النور عدة مشاريع كبرى اللي غادي تعرفها الجهة، اللي غادي تخفف من البطالة، وإن شاء الله هذا الشيء كله كيدخل في إطار الاستراتيجية وفي إطار النموذج التنموي الجديد يا صاحب الجلالة، ألا هو التشغيل التشغيل التشغيل. هذه الخيرات في هذه الجهة هو رمز أساسي لانطلاق المساهمة القوية اللي غتكون على الجهة الشرقية لمواكبة التطور ديال البلاد. بافتتاح إن شاء الله الميناء ديال الناظور، هاد الجهة غتولي قاطرة صناعية كبيرة بالنسبة للبلاد على قراءة المنظومة ديال الجولة ديال التربيطة، وإن شاء الله في المستقبل العاجل غيواكبوا استثمارات اخرى من هذا النوع ولا اضخم باش يقويوا التنافسيه والمنتوجيه ويستفدوا من الكفاءات ديال المنطقه الشرقيه ان شاء الله.